عايزه من التايم بتاعنا تقريبا 20 دقيقه. ازاي نعمل شوربه البروكلي يا عم الشيف؟ مقادير بروكلي، معانا بصل، معانا ثوم، قليل من الزيت، دي مش بتاخد وقت كبير على فكره، وجبنه شيدر وملح وفلفل. حلو قوي. بس الطعم هيجي منين؟ البروكلي لما نيجي ناكله ما بيبقاش طعمه لطيف قوي على فكره، مش الكل مش بيتقبله، وعشان نتقبله بنحط له ملح كتير، خلي بالكم. فانا اعمل ايه هنا يا عم الشيف؟ عندي جزر، بس الجزر هنا هيتقطع بشكل هندسي لطيف كده، يبقى شكله حلو في قلب الجزر، في قلب الكوسه. هناخد كده الجزر ده كده، لان البروكلي ما بياخدش وقت كتير في السوى اهو. ده لما يستوي طبعا الشرايح الرفيعه دي بيبقى شكلها حلو، لانها بتاخد شكل حلزوني بعد كده. حلو اهو، نفس القصه، خلي بالك اوعى تعوري نفسك بالسكينه اهو. حابب ان انا اقطعه معاكم كده زي ما احنا شغالين، وجود الجزر مع البروكلي انسجام. هناخد البروكلي الحلو ده كده بنحطه في قلب الطاسه او في قلب طبق الشوربه. الله، سامعين الصوت الحلو ده كده؟ هو ده. نعم يا غالي، هقول لك دلوقتي بقول تحافظ على خضار البروكلي ازاي. لازم ينزل في طاسه سخنه، لما انزل بالطاسه السخنه بحط عليه شويه ملح والماء المغلي، خلصت الشوربه بتاعتي. اه بس خلاص. حلو الجزر الجميل الحلو ده كده، الاولاد هيحبوه في قلب الشوربه، شوربه حلوه ناقصها الكرفس. هينزل دلوقتي الكرفس امتى يا عم الشيف؟ بعد الشوربه دي ما تستوي. ولكن قبل ما اطلع الفصل بتاعي عايز انوه على حاجه مهمه جدا، من المعطيات من الخبره الطهويه، البروكلي دايما لما تيجي تستويه تلاقيه سود منك وشكله ما بيبقاش لطيف على عينك يا تاجر، والصوره تعني مليون كلمه. الخضار ونضاره الخضار بواسطه ماء مغلي وملح في حاله سلق البروكلي بالذات، والسبانخ والخضروات اللي هي خضارها لونها فاتح. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه مع شوربه البروكلي مع فطيره فيها الهرم الغذائي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. كان لحضراتكم بعد الفاصل كالعاده على عينك يا تاجر. البروكلي استوى معاه جزر، وانا اضافه الجزر للبروكلي هنا بكسر الطعم بتاع البروكلي. كلنا عارفين ان البروكلي له مذاق خاص مع بصل وتوم وجزر في قلب الطاسه وجبنه الخلاصه. الله، حلو قوي. شيلناها على جنب دي كده بالراحه خالص. الشوربه هنا بتغلي. توابل البروكلي، طبعا البروكلي بريء من الكمون، بريء من الكزبره اللي هي التوابل الشرقيه، توابله حاجات لطيفه خالص. هما شويه بابريكا صغيرين، شويه فلفل اسود، وخلص الكلام. طبعا انا حاطط زعتر في الاول. التقليبه الحلوه دي كده. نعم يا غالي، حاضر، عينيا بتاعها اول حشو. طب تعالوا مع بعض نغرف الشوربه بتاعتنا ونخلص منها كمان بالمره. ايه الاخبار؟ جبنه؟ جبنه اهي. بصراحه البروكلي بيحب الجبنه الشيدر، والشيدر بتحب الجبنه البروكلي. اه شوربه لطيفه وجميله، نغرفها ونخلص منها كمان بالمره، عشان عايز بقى ايه اروق الدنيا على الحلو، لان فكره الحلو ده سهله وبسيطه وهتعجب ولادك للامانه. اخبار الشوربه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله، شوربه البروكلي بالجبنه والجزر، القوام لطيف وجميل، ممكن الواحد يشرب شويه وياكل عادي، انما لو الشوربه تقيله مش هتخليك تاكل كتير.
نشيل دي نخليها على جنب ونستأذن فريق العمل الجميل مقادير رقائق التفاح المشوية بالسكر والقرفة. مقاديرها على الشاشة، بسيط